نبتدي كالمعتاد بأهم الأحداث والأخبار. امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى جولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية، خلينا نتابع التفاصيل. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية، يرافقه الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وقد قام الفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية بتقديم عرض للسيد الرئيس عن الأنشطة الجارية بالأكاديمية، حيث تفقد السيد الرئيس اصطفاف طلبة الأكاديمية ومتابعة أنشطتهم التدريبية والتعليمية، وأثنى سيادته على انضباط الطلبة وحرصهم على تطوير مهاراتهم وبذل قصارى جهدهم في إطار المنظومة التعليمية بالأكاديمية بما ينعكس بشكل إيجابي على أدائهم. كما شهد السيد الرئيس جانبا من اختبارات الالتحاق بعدد من الوظائف في الوزارات وجهات الدولة التي تتم بالتعاون والشراكة مع الأكاديمية العسكرية المصرية بهدف إعداد وانتقاء أفضل الكوادر للعمل بالجهاز الإداري للدولة. وقد أكد السيد الرئيس في هذا الصدد على التعاون والشراكة بين جميع الأجهزة المعنية لتوفير التدريب المتكامل والمناسب وفقا لأعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء المتقدمين للوظائف العامة، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الجهود الرامية لإعداد أجيال وكوادر عالية الكفاءة بما يحقق طفرة ملموسة في أداء الجهاز الإداري للدولة وفي مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أثناء كلمته أمام البرلمان لعرض برنامج الحكومة قال إنه برنامج العمل يعتمد بشكل أساسي على رؤية مصر 2030 وجلسات الحوار الوطني. رئيس الوزراء قال خلال الكلمة أيضا إنه هيتم استكمال المسيرة اللي بدأتها مصر منذ 10 سنوات. أقف بينكم اليوم لتقديم برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث القادمة مجددا معكم العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات المواطن المصري. لقد اعتمد برنامج عملنا بشكل رئيسي على مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني ومختلف الاستراتيجيات الوطنية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ونسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحسين واقع حياة المواطن بجميع جوانبها والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المستدام الذي يضع وطننا في المكانة التي تليق به. وعلينا بادئ ذي بدء أن ندرك طبيعة التحديات التي نواجهها، وهي تحديات ذات وجوه متعددة. الوجه الأول يرتبط بإكمال المسيرة التي بدأتها مصر منذ 10 سنوات والتي بذلت فيها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهداً كبيراً في تطوير البنية التحتية ومشروعات الطاقة واستصلاح الأراضي وتطوير الصناعة وتطوير العشوائيات وتوفير الإسكان الاجتماعي لقطاعات عريضة من السكان وتوفير شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجاً وتطوير خدمات الصحة مع تقديم مبادرات ناجحة في القضاء على الأمراض المزمنة والتوسع في إنشاء الجامعات والمدارس والعمل على تقديم نوعية جيدة من التعليم وتقديم مبادرات تنموية كبرى مثل مشروع حياة كريمة لتحسين جودة الحياة في القرى
ومبادرة 100 مليون صحة ومبادرة تكافل وكرامة. أيضا الدكتور مصطفى مدبولي أوضح أن الحكومة الجديدة هتعمل على تحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل، وأضاف في كلمته خلال عرض برنامج الحكومة الجديدة قدام مجلس النواب أن الحكومة الجديدة هتعمل على تطوير السياسة الخارجية لمصر وتعزيز مشاركتها في المنظمات الدولية. السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر، إن برنامج الحكومة المصرية للفترة من عامي 24-25 إلى عامي 26-27 الذي وضعنا له عنواناً معاً نبني مستقبلاً مستداماً يقوم على استكمال البناء والتطوير ليضمن حاضراً أفضل ومستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة، ونسعى من خلاله إلى العمل على 4 محاور رئيسية وهي على النحو التالي: المحور الأول المعني بحماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية. يتضمن هذا المحور العمل على تحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل، بما يضمن حماية وأمن واستقرار الحدود ودعم القدرات العسكرية لجيشنا في مواجهة التهديدات، وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والإتجار بالبشر، فضلاً عن تطوير السياسة الخارجية لمصر وتعزيز دورها في محيطها العربي والأفريقي والدولي، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتها في المنظمات الدولية. ونؤكد على مواصلة الدبلوماسية المصرية جهودها في مختلف المحافل الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، لا سيما في إطار الأمم المتحدة، وتطبيق مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تشمل كافة المحاور الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والفكرية والثقافية والتعليمية، والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لمكافحة الإرهاب والوقاية منه وبناء قدرات الدول في هذا المجال. نحرص على الاستمرار في تعزيز العلاقات المصرية العربية سواء مع دول الخليج أو مع دول المشرق والمغرب العربي، وكذلك دول الجوار الجغرافي على المستوى الثنائي وعبر جامعة الدول العربية، اتصالاً بالأهمية الاستراتيجية لتلك العلاقات وباعتبارها صمام أمن المنطقة وشعوبها ككل، وبهدف صيانة والحفاظ على الأمن القومي العربي مع المبادرة نحو التفاعل والإسهام قدر المستطاع في تشكيل توازنات إقليمية والاطلاع بأدوار وساطة بما يسهم في ترسيخ موقع مصر كفاعل رئيسي في المشهد الإقليمي. وأيضا أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سعي الحكومة المصرية المستمر لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وقال أنه بنستهدف معدل نمو للصادرات يصل أو يتجاوز حتى 15% سنويا، ونولي اهتماما كبيرا بقطاع الزراعة الذي كان أحد القطاعات الرئيسية في برنامج الإصلاحات الهيكلية. يستهدف برنامج العمل أيضا تحويل مصر إلى مركز عالمي للوجستيات والتجارة من خلال تبني العديد من الإجراءات التي منها إنشاء مراكز لوجستية دولية متكاملة بجوار الموانئ البحرية، من خلال تطوير 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالمواني البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، فضلاً عن تطوير المواني البحرية من خلال إنشاء أرصفة جديدة ليصل إجمالي أطوال الأرصفة بالمواني البحرية إلى 100 كيلو متر، وتطوير الأسطول البحري المصري ليكون قادراً على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً. كما نعمل على تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن على المواني المصرية، واستكمال مخطط تنفيذ إنشاء عدد 31 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية.